بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الدارسين، سنتناول نحن وإياكم الوحدة الخامسة من وحدات مادة مبادئ الاقتصاد الكلي، والتي هي تحت عنوان السياسات المالية والتوازن المرغوب للدخل. طبيعة ومفهوم التوازن المرغوب للدخل القومي يمكن توضيحه من خلال العلاقة بين الدخل الفعلي والدخل الكامن. لابد بداية أن نقوم بتعريف التوازن المرغوب للدخل، وهو ذلك المستوى من الدخل الفعلي الذي يتحقق عند التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج أي للموارد، وعندئذ يسمى هذا الدخل بالدخل الكامن أو ناتج التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج للموارد. وعرفنا سابقا أن الموارد هي عبارة عن الأرض أو الموارد الأرضية، والعمل أو ما سميناه الموارد البشرية، ورأس المال أو ما سميناه الموارد الرأسمالية، والإدارة والتنظيم. أول بنود هذه العلاقة بين الدخل الفعلي والدخل الكامن هي حالة تحقيق دخل أو ناتج التشغيل الكامل للموارد الإنتاجية، وهي حالة وحيدة قد تتحقق في الأجل الطويل، ومن بين حالات أخرى ينحرف الناتج أو ما نسميها الدخل الفعلي عن الدخل الكامن. وفي هذه الحالة يكون الاقتصاد في حالة استقرار أو ما نسميها حالة الاستقرار الاقتصادي. الحالة الثانية هي حالة توازن الدخل عند مستوى أقل من مستوى الدخل الكامن، إذ يكون فيها الطلب الكلي الفعلي أقل من الطلب الكلي المرغوب اللازم لبلوغ الناتج الكامن، أي يكون الطلب الكلي أقل من العرض الكلي. في هذه الحالة يعاني الاقتصاد من ما يسمى بالفجوة الركودية. أثر هذه الحالة: في هذه الحالة يتراكم المخزون من السلع والخدمات نتيجة عدم القدرة على تصريف هذا الناتج، مما يؤدي إلى انخفاض وتيرة الإنتاج أي حالة ركود اقتصادي، ومن ثم تضطر الشركات إلى التخلص من جزء من العمالة الموجودة لديها، وبالتالي حدوث مشكلة البطالة أو تفاقمها. الحالة الثالثة هي حالة توازن الدخل الفعلي عند مستوى أكبر من مستوى الدخل الكامن، وفي هذه الحالة يكون الطلب الكلي الفعلي أكبر من الطلب الكلي المرغوب اللازم للحفاظ على مستوى الدخل الكامن، أي يكون الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي، وفي هذه الحالة يعاني الاقتصاد من ما يسمى بالفجوة التضخمية. في هذه الحالة عندما يكون الطلب الكلي الفعلي أكبر من الطلب الكلي المرغوب، أي الطلب الكلي يكون أكبر من العرض الكلي، تتصاعد الأسعار مما يؤدي إلى زيادة معدل التضخم، مما يسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.